انت تتأخر النهاردة في الشغل. لا يا حبيبتي، مش هتأخر وهاجي بدري كمان. هو انت محتاجة اي حاجة؟ انا كنت عاوزه ازور ماما وبابا النهارده، وكنت عاوزه اعرف هتلحق تيجي معايا ولا هتتاخر. اكيد طبعا هاجي معاكي، وخصوصا اني بقالي كام يوم ما شفتهمش وعايزه اسلم عليهم. تعرف انا كنت بفكر اني ادور على ممرضه خاصه علشان تساعد ماما في رعايه بابا. ها ايه رايك؟ فكره مش بطاله، واكيد مامتك كمان مش هتمانع. اكيد ماما هترتاح شويه عشان هي بتعمل مجهود كبير قوي مع بابا. أنا الفكرة عجباني جدا، يلا ابدأي في البحث عن ممرضة ونكمل كلامنا بعدين. معاك حق، أنا هدور على الإنترنت وهتأكد من خبرتها وهتأكد إنها ممرضة شاطرة. طيب يا حبيبتي، أنا لازم أمشي دلوقتي علشان ما أتأخرش. مع السلامة، أتمنى لك يوم سعيد. مع السلامة، أشوفك بعد الظهر. عملتي ايه؟ ما تقلقش، كل حاجة تمام. الناس اللي كنت شغالة عندهم بقوا فقراء بعد ما سرقت كل الفلوس اللي معاهم. على الرغم من الفلوس مش كتيرة قوي، كنت فاكرة ان هم اغنياء اكتر من كده ومعاهم فلوس اكتر. احنا لازم ندور على ناس تانية نشتغل معاهم. طب يلا بسرعة نمشي من هنا قبل ما حد يلاحظ السرقة. معاكي حق، يلا بينا. واهم حاجه الفلوس كلها معايا في الشنطه. اهلا وسهلا يا ولاد. انا سعيد جدا اني شفتكم، وحشتوني قوي. اهلا يا عمي، عامل ايه؟ وانتم كمان وحشتونا جدا. احنا تقريبا وصلنا في الوقت المناسب، انا شم ريحه اكل حلوه قوي. انا كنت حاسه انك جاي، وعلشان كده عملت لك كل الاكل اللي انت بتحبيه. وانت عامل ايه؟ عادل في شغلك وحياتك ومع بنتي منى؟ الحمد لله انا تمام، ومنى احسن زوجه في الدنيا. احنا بنتمنى لكم السعاده دايما مع بعض يا ولاد. ما تقلقش عليا، احنا كويسين جدا. مفيش غير حاجة واحدة بس هي اللي مضايقاني. طيب ايه يا حبيبتي اللي قلقك؟ انا متضايقة انكم لوحدكم طول الوقت. ما تقلقيش علينا، احنا كويسين جدا يا منى. الكلام متأخر خلاص، منى فكرت في حاجة علشان تكون مطمنة عليكم. خير يا منى؟ ايه اللي انت فكرتي فيه وعايزة تعمليه؟ انا عندي فكرة حلوة قوي. ايه رأيكم لو اجيب ممرضة تساعد ماما في رعايتك؟ لا يا حبيبتي، مش ضروري تجيبي ممرضة، انا بقدر اخد بالي من باباكي لوحدي. ازاي بس يا ماما؟ انا متأكدة ان انتي بتتعبي وعارفة انك بتهتمي ببابا كويس، بس هترتاحي لما يجي حد ويساعدك. بس يا منى، انتي عارفة ان انا مش بحب ادخل حد غريب عندي هنا البيت. ما تقلقش، هي هتكون موجودة بالنهار بس، هتساعد ماما وهتكون معاها، وبعد ما تخلص شغلها هتمشي وهتيجي تاني يوم. فكرة كويسة جدا، لأني أنا كمان مش عايزة حد غريب يكون معايا هنا في البيت طول الوقت. أنا عملت إعلان بشروط الممرضة اللي احنا محتاجينها، وكلها كام يوم وهختار حد مناسب علشان تقدري ترتاحي يا ماما. مع إني مش موافق قوي على الفكرة دي، لكن مش هقدر أزعلك يا منى. منى عايزة تكون مطمنة عليكم يا عمي. طيب احنا أخدنا الكلام، يلا بينا علشان نتعشى، الأكل خلاص قرب يبرد، وخلينا نكمل كلامنا واحنا بناكل. ديانا، أنا لقيت وظيفة جديدة ليكي. بجد يا ترى بقى مين هم الناس الجداد دول؟ تعالي بنفسك وشوفي كل المعلومات عنهم. واو، دول ساكنين في فيلا على البحر، أكيد هيكونوا أغنياء جدا وعندهم فلوس كتير، وقريب جدا هنشتغل عندهم وهنكون أغنياء جدا بعد ما نسرقهم. حضري نفسك للمكان الجديد اللي هتشتغلي فيه.
طب يلا بسرعه ابعت لهم المعلومات المزيفه عني. قريب جدا هنشتغل عندهم وهنكون اغنياء. مساكين جدا السيدة حنان وجوزها، شكلهم مصدومين من اللي حصل. الممرضة الحرامية اخدوا كل شيء من الخزنة وسابوا البيت فاضي خالص. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا مش قادرين نوصل لهم والجرائم كترت جدا. لازم نفكر في خطة علشان نقدر نوقعهم في شر اعمالهم وما تأذيش اي حد تاني. تعالي يا ديانا، في خبر حلو. الناس الاغنياء قبلوا طلب الوظيفه، تقدري تروحي من بكره. ده خبر حلو جدا، بس تفتكر ان هقدر اخد منهم فلوسهم؟ اكيد انا واثق فيكي، انت ديانا اشطر وابرع سارقه بوجه بريء ومحدش يقدر يشك فيها. اهلا بكم، صباح الخير، سعيده جدا برؤيتكم. انا اسمي ديانا. اهلا بك يا ديانا، احب اقدم لك بابا رؤوف وماما سحر. اهلا وسهلا بكم، انا سعيده جدا ان انا هكون الممرضه الخاصه بك يا استاذ رؤوف. اهلا بك يا ديانا. وانا اسمي منى، واكيد معاكي رقم تليفوني وهنكون على تواصل مع بعض. تمام، مفيش مشكلة، مش عايزك تكوني قلقانة أبدا وتقدري تطمني وتكوني مرتاحة خالص. شكرا لكي جدا يا ديانا. خلاص الممرضة الجديدة أول يوم شغل ليها كان النهاردة؟ أنا لسه راجعة من عند ماما واستقبلتها وشكلها هادية ولطيفة. طيب انت قدرتي توصلي لها ازاي؟ استخدمتي مواقع التوظيف ولا ايه؟ انا دورت ولقيت اسمها موجود في موقع خاص بين ممرضات وكانت مؤهلاتها عاليه، ولقيتها شخص مناسب وفيها كل الصفات. ان شاء الله تكون كمان شاطره في الواقع وتطلع عند حسن ظنك. اتمنى كده فعلا عشان اكون مطمنه على ماما وبابا. انا تقريبا كده خلاص خلصت شغلي وده معادي ان انا امشي. انا حضرت لك العشاء وكل شيء مرتب، والسيد روف اخد كل علاجه كمان. ما كانش في لزوم يا ديانا انك تتعبي نفسك، كفايه جدا انك بتساعديني اني اهتم واراعي رؤوف. ما فيش اي تعب، انا سعيده جدا بوجودي معاكم وهساعدك في كل شيء على قد ما اقدر. شكرا ليكي يا ديانا، انت شكلك فعلا بنت طيبه جدا. هو انا ممكن اسالك على حاجه لو مش هيضايقك؟ اكيد طبعا، اتفضلي اسالي، ما فيش مشكله. هو انا اللي حاسه ان السيد رؤوف مش مبسوط بوجودي هنا. لان رؤوف شخص هادي وحريص جدا ومش بيثق في الناس بسهوله، وده طبيعي جدا لشخص زيه، كان شغال ضابط شرطه. يعني السيد رؤوف كان ضابط شرطه؟ ده صحيح، كان شغال ضابط شرطه لسنين طويله، لكن اتعرض لحادثه اثناء شغله من 3 سنين وتقاعد عن الشغل بعدها. يعني الحادث ده هو اللي خلاه على كرسي متحرك كده؟ للاسف الحادث كان كبير جدا، والحمد لله ان ربنا نجاه. أكيد لما كان ظابط كان وقته كله بيبقى برا البيت، لكن دلوقتي أكيد معاكي طول الوقت. إحنا ملناش غير بعض، وبنتنا منى كل يوم بتيجي تطمن علينا. إحنا محظوظين جدا إن إحنا عندنا بنت زيها. الحقيقة فعلا إن أنتم عيلة جميلة جدا وأنا حبيتكم قوي. طيب وإنتي عايشة مع عيلتك، باباكي ومامتك؟ لأ، عيلتي في مدينة تانية، مش موجودين معايا هنا. يعني انتي لوحدك، مفيش حد عايش معاكي في بيتك؟ لا للأسف أنا عايشة لوحدي، مفيش حد معايا. طيب لو احتاجتي أي شيء أنا موجودة، ما تتكسفيش تطلبي مني أي حاجة تحتاجيها. شكرا جدا ليكي، ودلوقتي أنا لازم أمشي عشان ما تأخرش. طيب تمام، خدي بالك من نفسك، مع السلامة. مع السلامة، أشوفك بكرة. هي ديانا مشيت خلاص؟ ايوه لسه خارجه حالا.
حاولي تاخدي بالك من كلامك معاها وما تثقيش فيها بسرعة. أنا عارفة أن أنت حذر جدا مع الأغرب، بس هي شكلها بنت طيبة جدا ولطيفة، فما فيش داعي أنك تكون قلقان منها. أنا شايف أنك حبيتيها بسرعة. البنت زي ما قلت لك لطيفة، بلاش تظن فيها، هي ما عملتش حاجة وحشة، بالعكس خالص. أنا على العموم هعمل اللي بعمله دايما مع أي حد يشتغل جديد عندنا. إيه؟ معقول يا رؤوف؟ ليه كده؟ ملوش لازمة، البنت شكلها طيبة ومسكينة، وبعدين بنتنا منى لو اكتشفت اللي انت عايز تعمله أكيد هتزعل وتتضايق، إن انت عايز تتحقق عن حياة الممرضة. بنتنا كمان لازم تعرف أكتر عنها، هي نفسها بتثق في الناس بسهولة وبسرعة، وهي ما تعرفش البنت دي وجايباها من على الإنترنت. هو انت كنت تعرف إن الراجل اللي أنا رايح أشتغل عنده ممرضة ضابط شرطة؟ أكيد لأ طبعاً ما كنتش عارف. أنت كنت لازم تحقق أكتر من كده من البيت اللي أنا هروحه. أنت ركزت في إن هم أغنياء جداً وراحت عنك إن أنت تجمع معلومات عنهم. أنا آسف جداً، كان لازم أحقق أكتر من كده. طيب وإحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا لازم نسرع من خطتنا في أقرب وقت ونسرقهم في أقرب وقت. أنا قدرت أكسب ثقة زوجة السيد رؤوف وخلتها تحبني. طيب كويس جدا، أنت لازم تعرفي هما شايلين فلوسهم فين. وبعدها إحنا لازم نمشي من المدينة دي، أكيد مش هيسكتوا بعد اللي إحنا هنعمله فيهم. بابا إزايك؟ أنت قاعد لوحدك بتعمل إيه؟ ها؟ أنا مش بعمل حاجة، بس أنا شفتك وأنت بتاخد صورة لديانا الممرضة، فهقولي بقى ايه اللي بيحصل وناوي على ايه. قلتلك مفيش حاجة، ايه انتي بس بيتهيألك. بابا هو انت متحقق عن حياة ديانا؟ هو انتي بتقولي كده ليه؟ انتي شك فيها في اي حاجة؟ لأ بس انا بقول كده لان انا عارفاك كويس، انت مش بتثق في اي حد بسهولة. طيب تمام، انا هقولك انا بعمل ايه. انا كنت بخلي ضابط من اصحابي يتحقق عنها. طيب وانت شفت منها حاجة خلتك تشك فيها؟ لحد دلوقتي لأ، بس أنا مش مطمن وحاسس إن في حاجة غلط، وعشان كده خليت حد من أصدقائي الضباط يتحقق عن حياتها، ولو هي كويسة فعلا خلاص يبقى مفيش مشكلة ونقدر نثق فيها. طيب هو أنت ليه بعت صورتها؟ كان ممكن تبحث عنها باسمها بس. لأنه قال لي إن الأفضل نبحث بالصورة مش بالاسم، لأنه ممكن يكون غلط ومش اسمها. آه وعشان كده أنت صورتها، علشان تتأكد إنها نفس الشخص اللي بنسأل عنه. بالظبط كده، علشان المعلومات تكون صحيحة. طيب تمام خلينا نشوف، مع إن أنا متأكدة إنها بنت طيبة. البيت فعلا جميل جدا وواسع قوي. إحنا لما اشترينا البيت ده رؤوف قرر إنه هيصمم جزء خاص بيه لحاجته المهمة. بجد يا ترى عمل إيه؟ أنا هقولك وهثق فيكي، لكن ما تقوليش لأي حد. أكيد طبعاً ما تقلقيش ثقي فيا، أنا مش هقول لأي حد. رؤوف حريص جداً وبيفضل يحتفظ بالحاجات الثمينة والقيمة هنا في البيت، وعشان كده عمل جزء خاص في البيت وفيها خزنة كبيرة، وبيشيل كل الحاجات المهمة والقيمة فيها. وهو بجد ده فعلاً ذكي جداً. وهو فعلاً كده، بس تفتكري إنه سر وما تقوليش لأي حد. ما تقلقيش أنا فاهمة طبعاً إن هو سر، ومش هقول لأي حد أبدا. وإنتي لطيفة جدا يا ديانا، ومنى بنتي ما كانتش غلطانة لما جبتك عندنا هنا البيت. ها يا سحر، عملتي اللي اتفقنا عليه؟ يا رؤوف نفذت كلامك، وديانا دلوقتي عارفة فين مكان الخزنة. ممتاز جدا، مجرد شوية وقت وكل حاجة هتبين. انتي بتدوري على حاجة هنا يا ديانا؟ لا انا بس كنت بنظم الملابس. طيب كفاية شغل كده النهاردة عليكي، ميعادنا بكرة، تقدري تمشي دلوقتي وترتاحي. طيب تمام شكرا ليكي، اشوفك بكرة، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة، خدي بالك من نفسك.
شفتي بقى، أنا كنت صح وكان عندي حق. فعلا كان معك حق، إحنا دلوقتي عندنا معلومات كفاية عنها، نقدر نقدمها للشرطة ويتقبض عليها. انت كويسة يا ديانا؟ مالك راجعة متعصبة كده ليه؟ أنا خلاص مش قادرة أكمل في الخطة ولازم نستعجل شوية. إيه ليه؟ إيه اللي حصل؟ فهميني. بص دي آخر فرصة، بكرة أنا هروح البيت، أنا عرفت خلاص في مكان الخزنة، ولازم ناخد كل الفلوس ونهرب من المدينة دي. غريبة جدا، يا ترى مين بيترن الجرس؟ خلينا نروح أشوف مين. انت ديانا، مطلوب القبض عليكي انت واخوكي. ايه طيب ليه؟ يعني انت مش عارفه ليه سبب الجرائم والسرقه والنصب اللي انتوا عملتوها؟ احنا جات لنا بلاغات كتيره عنكم واستخدمتم بطاقات وهميه، لكن قدرنا نلاقيكم. طيب ازاي قدرتوا توصلوا لنا؟ لان غلطتكم انكم رحتوا تنصبوا على بيت شرطي سابق وقدر يكشفكم، ودلوقتي هيتقبض عليكم وهتقضوا حياتكم كلها في السجن. خلاص طم القبض على النصابين دول، شكرا ليك انك ساعدتنا في ده. انا قدرت اعرف حقيقتهم بفضل مساعدتكم ليا في التحقيق عنهم. لولا انك شكيت فيها وبعت اسمها وصورتها كانت هتفضل تنصب على ناس كتيره، لانها بنت محترفه في السرقه وبتستغل جمالها وبراءتها. انا ندمانه جدا، انا سبب في كل اللي حصل. دي مش غلطتك، انت تعاملتي معاها بحسن نيه ووثقتي فيها لانها كاتبه عن نفسها معلومات كويسه. اخوها ساعدها في تزوير المعلومات دي وعمل موقع علشان ينصبوا بيه على الناس. انا كمان وثقت فيها وحبيتها وكنت فاكراها طيبه. مش لازم نثق في اي حد غريب بسهوله، وخصوصا اننا مش عارفين عنه اي حاجه، وما ننخدعش بالمظاهر الطيبه. انا بجد مش قادره اصدق اللي حصل، وبابا فعلا كان معاه حق وانا كنت غلطانه، وعشان كده لازم كنتوا تتعلموا الدرس. انا عمري ما هثق في اي حد كده تاني بسهوله، ولازم اكون حذره